مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مع برنامج التغطيه الصحيه للجميع واللي كيقدم لكم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مسرورين باللقاء بكم مره اخرى في حلقه جديده من حلقات البرنامج، واللي غنتكلموا فيها اليوم عن الوثائق المطلوبه لتسجيل العامل غير الاجير في حاله عدم توصل الصندوق ببياناته من هيئات الاتصال الخاصه به. الإجابة عن تساؤلتنا معنا اليوم سي عبد الحميد أزواوي، المدير الجهوي للمديرية الجهوية بجهة مراكش أسفي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سي أزواوي مرحبا بك. مرحبا وأهلا وسهلا. قبل ما نمر الأجوبة ديالك نخليو بعض الروبورتاج هذا. كيقولوا الناس يسالف الأخ ديال شهر 9، الله أعلم من راس العام ولا واللي بغى يبان لي بشغله يبان لي به قبل. إذن سي أزواوي، شنو هي الوثائق المطلوبة لتسجيل العامل غير الأجير في نظام التأمين الإجباري على المرض في حالة بأن الصندوق ما توصلش بالبيانات ديالو من قبل هيئات الاتصال الخاصة به؟ بالنسبة للعمال الغير الأجراء الخاضعين لنظام المقاول الذاتي واللي خاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، فلا يمكن تسجيلهم إلا عبر تبادل المعطيات والبيانات مع هيئة الاتصال المكلفة بهم، أي بريد المغرب بالنسبة للمقاول الذاتي والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للعمال والحرفيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة. بالنسبة للفئات الأخرى، إلى تعذر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه يتوصل بالمعطيات والبيانات المتعلقة بهم، فيمكنهم تسجيل مباشرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولهذه الغاية يجب الإدلاء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة تثبت صفة العامل غير الأجير. مثلا بالنسبة للصانع التقليدي يجب الإدلاء بشهادة تسجيل في السجل الوطني للصانع التقليدي. شكرا لك سي عبد الحميد أزواوي على كل التوضيحات هذه. أذكر بأنك المدير الجهوي للمديرية الجهوية جهة مراكش أسفي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كنشكر مشاهدينا الكرام على تتبعهم وإلى اللقاء بهم في حلقة مقبلة. كنرحبوا دائما بالتفاعلات ديالكم بالآراء ديالكم والتساؤلات ديالكم عبر رقم الهاتف اللي كيظهر على الشاشة وأيضا عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي.